25 طالب من بينهم الحافظ للقرآن الكريم حفظا جيدا مع الترتيل، ومن بينهم أيضا الحافظ للقرآن الكريم، ومن بينهم صغار حفظة القرآن الكريم. كانت الكريم 6 بعمورات زائد رخص سياقة زائد حاسوب أيضا من النوع الجيد، كلها جوائز مباركة ساعد فيها وساهم فيها محسنون. حصل على المرتبة الأولى في حفظ القرآن كامل بالترتيل. الحمد لله الذي وفقنا إلى هذا النجاح، وأشكر كل من ساهم في هذا التكريم، وعلى رأسهم السيد مدير شؤون دينية.